هل التحرك الفلكي بهالشهر والتحرك المهم بيكون له تأثير إيجابي أم سلبي على مواليد العقرب بشهر أيار ماي مايو من عام 2022؟ عزيز العقرب طبعا بتعرف أنه جوبيتر رح ينتقل بتاريخ 11 إلى برج الحمل. صار التعريف لأنه بنحكي فيها من أول السنة، وإذا أنت عم بتتابع وبعرف أنك عم بتتابع بتكون عارف أنه هيدا الانتقال مهم جدا جدا. هالحدث بيعني أنه في شيء بده يتغير، يمكن ما يقوي حظوظ، يعني حظوظك بالأول أربعة أشهر كانت يمكن أقوى، بس على الأكيد أنه ما بيأثر عليك سلبا على الأقل مثل ما بيأثر على أبراج أخرى. وبيتميز هالشهر بقمر مكتمل ببرجك وخسوف بتاريخ 16. هون بدي اقول لك في ضوء كبير يلقى عليك، لانه هالخسوف وهالقمر بيوفر لك طاقه كبيره للعمل، وبيتناغم مع كوكب مارس لا تاريخ 24 بالحوت، حتى تكون هالفتره يعني من منتصف الشهر ل 24 تقريبا مثمرة، وبتفتح قدامك آفاق جديدة نحو أوضاع مختلفة ومحفزة، وبتستفيد من فرص طارئة تستقبلها بحفاوة. يمكن تلقيت عرض لازم أنه تاخد قرار بشأنه، ويمكن تتلقيه قبل تاريخ 11 لأنه قدراتك تبدو أكثر نفوذ بهالوقت. بتحالفك الحظوظ لإبراز مواهبك، حتى حدسك بيكون كتير فاعل، فبتاخد القرار المناسب وبتضمن أرباح دائمة. هيدا شهر الفرص الاستثنائية، ما تستقل فيه، بتتوفر لك بين حين وآخر، خاصة ابتداء من منتصف الشهر إذ رح تسعد جدا بتطور بيحصل ويمكن أنت ما توقعته، أو تنتقل إلى موقع جديد بالعمل أو لظروف مختلفة، خاصة أن الخسوف ببرجك بتاريخ 16 بيدعيك للتصرف السريع، يعني بتصير الحركة سريعة والعمل لازم تقوم فيه بدون انتظار وتطور أدواتك وأساليب التنفيذ. وبذات الوقت يمكن تتعرض لأقاويل وشائعات أو تكون أنت محط اهتمام الناس، خاصة إذا بتشتغل بالشأن العام بيحدث شيء معك بيلقي الضوء عليك. ليه؟ لأنه هالخسوف بيتنافر مع ساتورن بالدلو ومع يورانيوس ببرج الثور، وبيعني تجارب عائلية يمكن تقلقك شوي، أو بيعترض يمكن عليك أحد الأشخاص، أحد المتشائمين بيعترضوا على قرارتك لكن النصيحة هي بالاتكال على حدسك فقط وعدم إجراء أي تعديل أو تغيير على شيء أنت اتخذته أو على قناعة عندك إياها. القافلة تسير يا عزيزي، لازم أنت ما توقفها، ما تدخل بمناوشات وجدل عقيم، ما تضيع الوقت بإلهاءات سطحية، لأنك مقبل على تغييرات. وما رح أخفي عنك في خضات، نعم في خطات حوالي منتصف الشهر لازم تطلع منها سالما. منتصف الشهر في اشياء على الصعيد العام ممكن تتغير محليا سياسيا عالميا، هيدا شهر كتير مهم. بالنسبة للأمور الشخصية بفيديو تاني.